أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها يعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة ألا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.